طيب مش هتشغل النور؟ اطلع برا اطلع برا. اهلا بيكم في جاي ولا الدور الجاي، اول سبيد ديتنج شو في مصر. لما النور يقلب احمر عندكم فرصه تدوسوا على البازر، وساعتها الديت اللي قدامكم هيتغير. لو اتنين كملوا للاخر هيكسبوا فري سكند ديت، وهتيجي الدور الجاي. هاي هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا امينه باي ذا واي. انا محمد. لي اي حاجه عنك؟ انا عندي 20 سنه، فاشن موديل يعني، وموديل ادز برضو، بلعب كوره، سكيتر. سكيتر ايه؟ سكيت بوردنج ولا اوكي؟ كان عندي سكيت بورد ات سام بوينت وما استعملتهاش في حياتي يعني. فا اوكي، انا امينه وكنت عايشه معظم حياتي بره. سو فار سو جود يعني، تمام يعني. جامد. الحمد لله. مثلا ايه الريليشن شيب الهيلثي بالنسبه لك؟ كوميونيكيشن حاجه مهمه قوي بالنسبه لي الصراحه. لازم نبقى اونست مع بعض، لازم نقدر نحكي كل حاجه لبعض. قطط ولا كلاب؟ قطط. اوكي. انا ما بحبهمش وما بكرههمش يعني، بس يبقوا بعاد عني عامه. ليه؟ ما اعرفش. لا انا بحب الكلاب. ممكن القطط اكتر، احب العب معاهم. لا انا بحب القطط بس يعني عندي حساسيه من القطط فمش اوبشن. مهتمه بالكوره عامه او لا؟ خالص خالص اتقول الصراحه يعني. ماشي. انا لسه ببدا، انا ما لحقتش. حاسس اني كم يعني، انا لسه عامه ما خدتش حتى اي امبريشن خالص. هلو، هاي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. امينه، ايه الاخبار؟ كله تمام. عملت ايه قبل ما اجي بقى بسرعه كده؟ مع اني تخيلت انه هيدوس، ما تخيلتش انه هيسيبني ادوس بالراحه كده. انت جاي تشوفي رد فعلك سريع ولا جاي تتكلمي مبدئيا؟ يعني ايه انت اصلا اللي قبليه سالك قال لك ايه؟ عشان بس انا ما بحبش الكليشيهات. انا بحب الكوره. اقول كوره؟ اه. طب ما سؤال حلو. لا سؤال حلو. لا ما بحبش كوره. طب انت ايه الهوبيز بتاعتك عامه؟ I love to bake وبطبخ كتير قوي برضه. انا بحب الطبخ قوي. بتحب تطبخ؟ اقسم بالله انا طباخ كبير على فكره، بس الحاجات اللي انا بحب اعملها. احسن حاجه بتطبخ كبده. طب انا ما باكلش لحوم على فكره. بس شغال يعني فيجيتيريان. طب هنلاقي حاجه يعني، في حاجه عليا. ندور. اوكي. طيب هقول لك على حاجه، تعالي نتكلم عن الريليشن شيبس بشكل عام. اوكي. اوكي. ما احبش. ايه الريد فلاج بتاعتك؟ اجيب حاجه. عايز حاجه سوبرفيشال ولا حاجه ديب شويه؟ لا ديب. انا مره اتقال لي ستريت تو ماي فيس ما تبقيش صعبه. فانا ما بحبش جمله ما تبقيش صعبه، ان سنس اوف اللي هو انت ما بتسمعيش الكلام. بس طب ممكن اسالك سؤال؟ صعبه دي معناها ان انت مثلا بارده شويه؟ لا انا ما بسمعش الكلام اللي هو بيقول لي ما تلبسيش ما تشوفيش ما تنزليش ما تعمليش. لمجرد ان هو علق ولا انت لو يعني لو حاجه انت مقتنع بيها تعمليها؟ يعني مثلا هو قال حاجه فعلا هو عنده حق فيها، هل هتنفذيها ولا انت لا انت ما تقوليش؟ لا هو I'm not irrational يعني بيبقى في حاجات انا مقتنع بيها وهو مش مقتنع بيها. ممكن نتكلم. انا قلت له قبل كده ان يعني communication is an important thing، فيعني it's a significant thing. if there's communication مش المفروض يبقى في مشاكل. طبعا. مش المفروض يبقى. طب انت عايز تساليني حاجه؟ what's your red flag كانت؟ يعني انا بالنسبه لي انا اي حاجه زياده عن حدها في اي حاجه في الدنيا، يعني مثلا اي حاجه اوفر في طريقه الكلام، في اللبس، في ان انا مثلا هي عايزه ان انا اكون كل حاجه وانا المفروض ابقى كل حاجه وابقى كوميتد ليها 100% وانا عندي حاجات برضو بعملها، فهماني؟ فانا يعني priorities. مش priorities، هي هتبقى priority طالما انا صاحبتها هتبقى priority. your number one priority. لا طب حياتك. لا انا بالنسبه لي اصلا انا انسان عملي يعني، انا practical person جدا جدا، بس انا بعرف ادي كل حقها يعني. انا time management بتاعي فشيخ. لا انا صفر. زيرو تايم. لا ما بعرفش اعمل حاجه غير كده والله. انا كنت عايش في الدراسه بتاعتي جداول جداول جداول، كنت ببيع جداول لاصحابي. لا انا عامله جداول كتير قوي، بس يعني بتاخر، ما بعملش سبمشنز كتير قوي. يعني هي مشكله الصراحه. اوكي. لا والله انا مبسوط، في مواضيع حلوه بتفتح، بس تحس ان الواحد كان. انا كنت مصر ان انا مش عايز احضر حاجه، انا عايز اتكلم مع الشخص اشوف انا عايز اتكلم في ايه. بس ساليني انت حاجه ثانيه. طيب ايه اسوأ ديت رحته في حياتك؟ اسوأ ديت؟ انا عارفه وحافظه اقسم بالله. اقول لك على حاجه، مره كنت متفق مع الاكس بتاعتي ان انا هقابلها تاني وان احنا ممكن بقى نظبط الدنيا. لا هو ده ريد فلاج. اصبري بس اصبري، سيبيني احكي سيبيني احكي. حاضر. احنا دلوقتي هنرجع نتكلم تاني عشان لا يعني لو احنا الخناقه ما بيننا ما كانتش كبيره قوي. المفروض انا اقابلها، لقيتها جايه واحده صاحبتها، فخلاص بقى كنت انا جاي اصلح الامور، انا اللي بوظتها تاني. يعني جايب واحده صاحبتها، يعني هي عارفه ان هي تلاقي عارف انت الشخص بقى اللي بيباك اب ده. لا قولي له كده، لا مش حلوه دي، قولي لها حاجه. لا ما تكلمكيش كده، رد عليه. هو النظام ده. لا هي جايه تسخن. هي لا هي كده. هو ده اصلا من الحاجات اللي كانت بتضايقني منها، انا ما بحبش اي انسان بيسمع قوي للي حواليه.
flowers. Do you like receiving them? ولا شايف ان الولاد مش المفروض يتجاب لهم ورد وبتاع؟ ما انا قلت لك ان انا عملي، هعمل ايه بالورد؟ انا اجيب ورد، انا احب اجيب ورد جدا. اوكي. وبعرف اختاره خدي بالك، بس انا ما احبش ان انا وعمري ما جالي ورد قبل كده بصراحه، ما مجرد يعني ما عنديش اكسبيرينس. لو حاجه جابت لي ورده احس انها اوكورد قوي. اوكي. كل لما بنعدي وقت كده بحس ان هو اوكي. طيب. والله على فكره انت غيرتي، يعني انا كنت عامل اكسبكتيشنز مختلفه تماما، كنت خايف ان احنا داخلين خناقه اصلا ومسابقه واللي يدوس الاول وبتاع. لا وعلى فكره اخر مره دوست بالراحه جدا يعني. اخر حاجه ده اخر سؤال هساله لك. اوكي. انت من الناس اللي بتسمع، يعني انت عندك مشكله دلوقتي، في مشكله ما بيني وبينك، مين اول شخص بتلجئي له؟ ولا حد. بتحب انت اللي تفكري في الموضوع وتحليه؟ ما بتاخديش حتى نصيحه؟ بتعصب قوي؟ لا خالص، بتعصب قوي يعني. ممكن احكي لماي بيست فريند بس، وهي واحده واي نو هو شي از، بس اللي هو بتعصب قوي من لو بتكلم مع ولد ويقول لي اه ماما قالت لي كذا، اختي قالت لي كذا. صعب قوي. مين قال لك ماما قالت لي؟ ما بالظبط، بحس اللي هو ماشي. ليتس دو بيسك كويستشنز خالص. دوجز اور كاتس؟ دي مهمه قوي. لا مش موافق بصراحه. انا ما عنديش مشاكل مع الحيوانات عامه. اوكي. بس انا بحب الحاجات اللي المفيده بالنسبه لي يعني. انا بحب المزيكا. هتقول لي مثلا عندي جيتار عندي عود هتبسط قوي. مش عارف، انا كلامي وحش الكلام يعني. انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده لان مع اهلي. انا اختي الصغيره بتحب القطط جدا. أوكي. فانا بتضايق قوي كل ما اجي اكل الاقي القطه جايه حواليا، فانا بتعصب. انا عندي مشاكل اصلا، جاي لك عندي مشاكل من القطه. هتقولي لي دوجز؟ مش عارف، بس انا بحب كلاب معينه. عارفه انت الكلب الضخم الكبير ده، مش عارف اسمه ايه. في كلب بيبقى قد كده. ايوه في كلاب كتير قوي قد كده. نفسي يبقى، بس مش عارف ليه. لونه ايه؟ شكله ايه؟ اي حاجه. حد يساعدني. هو ده جريدين. هو ده عمته. هو انسان كبير كده يعني. انا عايز اسد يبقى معايا، احس ان انا صاحبي. عندي جريدين. هو اللي انت عايز تدوني ده. حلو يا جماعه، انا موافق. عايز تدوسي؟ kind of a little bit maybe. I'm so sorry. لا 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 جامد والله. عاش. تتعصب من القطط يعني؟ ايه بتتعصب من القطط دي؟ قطط. طب الكلاب هتعمل ايه؟ اقسم بقى بيعصبوني قوي والله. لا بس هو الكلب ده عشان اجيبه بعد كده. قول لي. Great day. I feel like a heartbreaker قوي. حسيت اللي هو مش عايزه ادوس قدامهم، بس يعني خلاص بقى. It's okay. اللي هو هاي. الاخبار؟ كويس الحمد لله. عامله ايه؟ امينه. قبل اي حاجه، بس بتحبي القطط ولا الكلاب؟ كلاب. اوكي. مبدئيا كده. مبدئيا بس مش نعرف نكمل. قطط ولا كلاب؟ لا كلاب طبعا. اوكي جود. انت عندك كام سنه؟ 23. اوكي. وانت عندك كام سنه؟ 21. انت ايه عندك اي تراست ايسوز او اي حاجات قديمه ولا جديده؟ لا حاسه ان يعني I'd rather be a very open person. احنا نتكلم نكوميونيكيت، ف تراست ايسوز مش حاجه قوي يعني. اوكي. عشان اللي هو at the end of the day لو عملت حاجة تقفش anyways فخلاص بقى يعني بايظة بايظة. فاهم. بس بالنسبة لي I'm okay يعني. أنا I don't want اللي قدامي يحس إن عنده trust issues. طب حلو جدا. باين عليه متوتر أو حاجة؟ لا لا خالص. طيب. وأنا بحاول أكون تمام. لا it's okay you're good you're good. اوكي. سافرت فين؟ أنا برا مصر؟ ما سافرتش برا مصر خالص. بجد؟ خالص. عمري. عمري ما طلعت برا مصر. قبل في حياتي ما سافرتش. لا انا عمري ما طلعت برا مصر. اوكي. جوه مصر دهب كده 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 شرم ساحل مطروح كده. لفيت جوه مصر شويه. الاقصر اسوان مثلا؟ لسه سيوه الاقصر واسوان. لسه سيوه. واتس يور ريد فلاج في نفسك اللي هو في نفسي؟ ممكن التردد. متردد شويه في حاجات كتيره. وانت عايز تعمل ايه في your career؟ عشان obviously دي حاجة انت مركز فيها قوي. والله بصي، هو انا نفسي قوي ابقى flight attendant يعني. نفسي قوي ابقى ده. وانا كمان. هي مش career بس. وانا كمان. لا هو انا نفسي قوي في ده. زي ما قلت في الاول الانجليش مش حلوة قوي. فلسه كم حاجة شغال عليها، فهماني؟ لسه شغال على كم حاجة. الا ان استقر يعني. الا ان ما ترددتش قبلها كده. وما سافرتش بره مصر وعايز تبقى flight attendant. واو. بالظبط. Big steps صراحة. اوكي. لا انا برضو نفسي ابقى فلايت اتندنت وهبتدي كورسات ايجيبت اير وبتاع. طب حلو جدا. حلو جدا. ايه بقى يعني علاقتك مع اللونج ديستنس عموما يعني؟ اتحطيتي في حاسه ان لا ما اتحطيتش في موقف لونج ديستنس صراحه. يعني مش لونج ديستنس قوي. تجمع اكتوبر ده هو لونج ديستنس؟ ده لونج ديستنس. اوكي. ايه بقى اتحطيت في موقف لونج على ده؟ اوكي يعني عادي تمام. بلس ان انا مسافره كندا اخر الشهر الجاي، فحاسه ان برضه هتعدي. How's your music taste؟
والله هو كل favorite band هو مش band يعني انا بحب مغنيين عادي اللي هو okay. مثلا أصالة شوية بس أصالة okay. بس هي مش ال favorite يعني عايشة برا I don't know who that is ما تعرفيش أساسا المصريين اوكي طب خلاص ما فيش بين انا اسمع لا تسمعي اوكي it's fine it works شي اسمعي اسمع ياي كان عندي دايما مخيله كده للديت الاولاني انه في تريت رانك اللي في الكوربه ما اعرفش ليه انا عندي ان انا قاعد في تريت رانك اللي في الكوربه ان هو ده الديت يعني انا متخيل دايما ان انا في المكان ده بس كده كده هنروح باونس الاول وبعد كده انا بقى ادري جوك شغال هاي هاي كلاوبر الحمد لله اسمك ايه اسمي نادين انا نور انا مساء درسي ولا خلصتي لا انا لسه في رابعه خلاص فاضل لي سنه درسي ايه بدرس تمثيل تمثيل جامد وانت؟ كمبيوتر ساينس كمبيوتر ساينس هل ايه الريد فلاجز بتاعتك اللي فيك؟ الريد فلاجز اللي فيا انا؟ اغلب الوقت مبقاش فاضي اوكي هتشتغل؟ تشتغل ايه؟ تيم ليدر اوكي في شركة يعني؟ في شركة اوكي وانت ايه الريد فلاجز بتاعتك؟ حساسة شوية بتضايق بسرعة بتعصب بس يعني مش طول الوقت بس يوم ما بتعصب ببقى بقفل يوم ما بقفل من حد بقفل جامد يعني تعصب على اي حاجه ولا لا 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 مش اي حاجه خالص انا شخص صبور جدا و... بس لما حاجه بتضايقني يعني مش بعلي صوتي بقى وببقى عنيفه والكلام ده بس بتحرك مالك اعصابك يعني ايه الريفلكس انت ممكن تكوني مش عايزاه في قدامك ان هو يكون حد مش عارف هو عايز ايه يكون مش عارف هو بيعمل ايه في حياته ما عندوش امبيشنز في الحياه مش عايز ما عندوش باشن انا بحب الناس اللي عندها باشن ايوه وبيشتغلوا في الحاجه اللي هما بيحبوها ايه حاجه من البنات بتقفلك قوي ان هي تكون مغروره قوي او شايفه نفسها قوي والكذب في اي حاجه حتى الحاجه بسيطه وانت لما بيبقى حد نرجسي بيتكلم عن نفسه كتير شايف نفسه ايه البرفكت ديت بتاعك البرفكت ديت كاجوال ديت فانسي ديت لا كاجوال ديت كاجوال سين انت عامه you're looking for a serious relationship ولا عادي كاجوال ديتينج لا كاجوال ديتينج لا انا الصراحه يعني ما بدخلش في اي حاجه بسهوله فانت ما بقى بالنسبه لك سيريس يوم ما بدخل في حاجه هتبقى حاجه اكيد ايوه برج ايه انا برج الحمل برج الحمل اوكي انا جوزاء ما بفهمش بالابراج بس يعني عادي بسال عادي بس انا سامع انه برج يعني اوكي صح عادي تدوس اصلا هي عايزه تاخد العلاقة سيريس وكده انا نازل هفن مش اكتر هاي اهلا كريم ازيك نادين الحمد لله ايه الحمد لله ماشي انت بتدرسي ايه بدرس تمثيل بجد مثلي مثلتي في اي حاجه يعني لسه مش في على التلفزيون بس مثلت افلام قصيره كتير يعني ومسرح وكده طب حلو طب ايه الحاجه اللي بتعرفي تعمليها او بتحبي تعمليها بس مش لايقه مع شكلك مش لايقه مع شكلي يعني ممكن بس دي حاجه من قريب ان انا بدات اروح الجيم طبعا مش باينه عليا اكيد ف صاحبتي كم مره ولا مره حلو ماشي حلو ماشي اوكي وانت ايه ده بتاعت اربعه اوكي ماشي ودول كانوا على مدار سنين كتيره يعني لا يعني كتير اوكي ايه كانت الاسباب بقى اللي مثلا طب لا انا هرصلك بقى اول واحده طلعت اشاعه في المدرسه ان لقينا اهل بقى جماعه اي حاجه هتتقال دلوقتي هي حقيقيه وبعد كده قالت لي يا كريم الناس بتقول عليك كده فمش هينفع نبقى مع بعض كان ده كنت ثانيه ثالثه اعدادي مثلا تاني واحده سابتني وقالت عليها بتاع نسوان طب ما كويس احسن من الثانيه فانا دلوقتي يعني اتلخبطت ساعتها يعني ترسلكوا على حل ثالث واحده كانت افكارها وحشه يعني ما كناش لايقين على بعض ممكن نجملها ونقول ان احنا ما كناش لايقين على بعض رابع واحده خطبت فجاه كده واحنا يعني فركشنا وبعد كده خطبت على طول طب هسالك سؤال انت بتعتبر نفسك توكسيك كنت واشتغلت على نفسك وكده ايه الجود تريتس اللي بتشدك في حد ان هي ما يعني تبقى شخصيه ناضجه عامه ما تبقاش هلهطه كده يعني ماشي لا هو يلا تيجي زي هلهطه دي دايما بتتقال على الولاد عمري ما سمعتها على بنت ايه اكتر حاجه انت فخوره بيها دلوقتي احسن قرار خدته في حياتي ان انا ادرس الحاجه اللي بحبها اوكي لان انا طول عمري كان عليا بريشر جامده جدا عشان انا شاطره ودحليحه فكان في اكسبكتيشنز من العيله كلها عليا ان انا اخش جامعه بقى من الجامعات الجامده وكده بس انا كنت عارفه ان انا مش هبقى مبسوطه وان انا عندي باشن اللي هي الغنى والتمثيل وان انا مش هبقى مبسوطه غير لو درست الحاجه اللي بحبها ايه طيب ماشي انصح اوكي حسيت ان انا فضحت قوي يعني فحسيت ان ما ينفعش حد المفروض يعرف الموضوع وانا اللي فضحتك nothing personal والله يعني مش ما بحبش حوار الكاجوال ديتنج ده الصراحه يا نهار ابيض قوم ايه ده قوم عايز اقعد الناحيه دي ماشي
لا 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 استهدي بالله بقى استهدي بالله كده اليوم لسه طويل. عامله ايه مفاجاتك؟ ايه رايك مفاجاتك؟ حلوه خمسه جد وبعد كده نشوف في بقى حلها ربنا. ايه رايك رميس؟ حلو. طيب انت بتشتغلي موديل؟ بتشتغلي موديل صح؟ شغاله موديل صح. فرضنا يعني لا قدر الله بقينا ديت و... قدر الله بعد الشهر وانا يعني قريب ان شاء الله بفكر اشتغل موديل يعني حاسس ان شغلانه لذيذه يعني. ايه في ايه مش شايف ان الموضوع يضحك؟ هيبقى عندك مشكله ان هيبقى في بنات تاتشي بقى وكده ولا عادي؟ لا هغير عليك يا كريم بجد. انت بتتكلم كده ليه؟ قولي قولي يعني نديكي مساحه يعني. عامل فيها موديل واكستريم وهيلبسوك ايه بكيني يعني. طب كريم بجد بجد ايه دي البريكر لو نزلت ديت معايا وانت عارفني بقدر الله وعملتها هتمشي وتسيبني؟ انك تنشفي دماغك عشان انت دماغك زباله بصراحه. من ناحيه ايه مثلا؟ ناحيه ايه؟ لا بتقفشي بقى. لا مش هنركب الاوبر ده هنركب الباص من هنا. بتقفشي في طلب اوردر معين من غير سلطه على الاقل مش بكسه يعني. ما انا اللي بدفع في الحالتين يعني انت هتحوري ايه ده؟ طيب هتاخدني فين فيرست ديت؟ كشري. وانا كده كرمك قوي بصراحه. مش قلت بكسه؟ هتحط لي صلصه زياده؟ اه هحط لك صلصه زياده مدلعني يعني. بس احنا اتنين مستنيين النور. طيب مش هتشغل النور؟ اطلع برا اطلع برا برا يستك دامن. هاي هاي كريم. نادين عامله ايه؟ الحمد لله. سمعتي حاجه؟ سمعت حاجه؟ بس انا سمعت اي حاجه من الثالث؟ اه طبعا. ماشي بسك شايف نفسك كده وانت بتتكلم. انت برج ايه بقى؟ برج الاسد. لا انا لا ليه لا؟ لا برج رخم. انت برج ايه؟ كانسر سرطان. عادي برج عادي ايه المشكله يعني؟ لا برج الاسد ده على قلبي. انت عندك مشكله مع حد كان برج اسد؟ اه ولاد. سحبت حد برج الاسد قبل كده؟ لا كان ماي بيست فريند. بيحب يتحكم في كل حاجه وانت بيست فريند يعني انت مش صاحبي صباح الفل يعني. ماشي طيب انت عايز تعرفي حاجه معانا؟ لا ماشي دوس. هاي هاي عامله ايه؟ الحمد لله. نديم محمد. عامله ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 22. وانتي؟ 21. برج الايه؟ انا جوزاء. جوزاء بس عادي انا بشوف نفسي في كل الابراج. عامله بتشوف نفسك في كل الابراج؟ اه عادي. صاحبتك كام مره؟ مرتين. مرتين. طب ايه الريد فلاجز؟ بالنسبه لي عدم التفاهم. مش في تفاهم. مفيش تقدير للي انا بعمله. بس ده اهم حاجتين يعتبر بالنسبه لك. بالنسبه لي لا ان يكون بقى فيه كذب وتحوير وان هو يكون برج الاسد ده بالنسبه لي ريت بقى عادي كده. مخلص جامعه مثلا؟ انا همشي بقى يا جماعه خلاص كده. اه في عبث والله. ما ينفعش انا همشي احسن. هلو هاي عامل ايه؟ الحمد لله. كريم. نادين. تعملي موديلنج وايه تاني؟ ويعني برضه هشتغل في حوار الاخراج والتمثيل. اي حاجات ريليفنت لبعض. انا عامه لا انا الحاجات اللي بهتم بيها بره عن المجال بتاع الدراسه شويه الكوره جدا وبغني وكده. حلو قوي. انت صوتك حلو. بغني وكده. بغني كده. طب ما تغني لنا. ايوه لا مش هينفع هنا بقى. مش هينفع بقى الناس بتتفرج علينا. ما ينفعش. فرصتك يلا. ايوه ده هيفرق يعني في البازر. انا هغنيك حاجه بقى ليها علاقه بالمناسبه اللي احنا فيها دي. غني لي. ما سالتنيش ولا حتى كان فارق معاك. لا بجد برافو. على راسي. صوتك حلو وكمل. ايه ريد فلاج شفتيها؟ ايوه ايوه. انا بفهم في البادي لانجوج. ايه ريد فلاج انت حسيتيها في اللي كان قاعد قبلي؟ ان هو يعني بيتكسف. انت بتحبي الباد بويز؟ لا مش قوي مش قوي. نبريك دايت. ليه كده؟ ليه كده؟ انا بقول صوتك حلو يعني. انا قلت ان هو بجد هو صوته حلو قوي. هو ليه معايا كده؟ وبعدين ما قلتش انا بحب الباد بويز. هلو 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 هلو. اسمك ايه؟ رنا. رنا؟ انا كريم. انا كريم. عندك كام سنه يا رنا؟ 22. اه حلو. وانت؟ 23. انت دي اول مره تخشي ولا هي دخلت قبل كده؟ لا دخلتش قبل كده. ما دخلتيش قبل كده؟ طب تعالي انت لسه ابيض بقى تعالي. ما حدش ضايقك يعني؟ هضايقك؟ لا محدش ضايقني. هتضايقني؟ لا لا مش هضايقك. ماشي اوكي. ايه انت بتعملي ايه في حياتك؟ بتدرسي ايه؟ بدرس حقوق. اخر سنه ليكي؟ داخله رابعه ان شاء الله. داخله رابعه؟ لعبتي سنه؟ وانت خلصت؟
انا خلصت اعلام. اعلام اوكي حلو. طب اوكي ماشي. طب انت بتعمل ايه يعني؟ ايه هوايتك مثلا؟ بغني وبحب الكوره قوي على طول يعني، دي ماي فيفرت يعني. انت يور هوبيز ايه بقى؟ انا برسم وبمثل. بتمثلي؟ والله انا جربت امثل كده في مسرح الجامعه. لا انا ما جربتش مسرح الجامعه بصراحه، كان سخيف بالنسبه لي اول مشوار. كنت بتمثلي حاجه يعني؟ لا كنت بمثل في مسرح الدوله. انت محترفه؟ يعني شويه، بقالي 5 سنين وشويه. وعامل زي مثلي لنا حاجه. لا 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 اكيد لا. طب انت بقى في ظل الكلام ده بتعرفي تدي وقت لو انت مثلا مصاحبه او في ريليشن شيب او حاجه؟ انا حاسس ان يومك مزحوم قوي. لا هو انا كنت بقالي سنه موقفه مسرح اساسا، بس انا لو في ريليشن شيب عادي هعرف اتاقلم. بتعرفي التايم مانجمنت بتاعك كويس؟ هعرف اهتم وابقى تمام. ماشي. عارفه ليه؟ ليه؟ الاكسبيرينس بتاعتي مع الممثلات مش احسن حاجه. اصلا بقى عشان هو اساسا توكسيك شكله. كده كده يعني هو توكسيك. هلو هلو هلو، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ اسمك ايه؟ مالك؟ انت اسمك ايه؟ كريم. كريم انت مصريه؟ مبدئيا انا غير العالم اللي بره دي كلها. انا اقول بصي هم اكيد كذبوا عليك، انا شخص كويس والله بجد والله العظيم، بس ظروف الظروف بس ما ظبطتش والله العظيم. انا جت بصت سحبت قبل كده؟ كم مره؟ مرتين. فركشت ليه؟ المره الاولى حسيت ان انا يعني بريشرد قوي، ما حسيت ان انا اخر جمله قلت لها اخر جمله واول جمله دي مرقده يا جماعه. ده واز ريفنج يعني، هي ايه بتنتهي من صديقتها الدنيا ماشيه. لا لا بس يور نايس ام سوري. لا لا انت خليتي فيها والله يور نايس. ايه الموضوع؟ كان تخطيط، الموضوع بينتقموا مني، نجمعوا مع بعض حكوا لبعض ان حصل شويه مشاكل مع البنات اللي قبليهم، بس انا جاي بس اطلع الموضوع لذيذ جدا بصراحه يعني، انا اتبسطت قوي. هاي هاي الاخبار؟ الحمد لله. صاحبت قبل كده؟ مره فركشت ليه؟ كانش في اتفاق بينا. اوكي يعني انت صاحبت قبل كده؟ لا. ليه؟ عادي ما لقيتش حد صح يعني، وما بحبش صاحب فور فان. فتتمرن؟ اروح الجيم. جبت بالك كتير؟ انت كنت مرحله صغيره؟ كنت بتمرن جمباز. والاستمرار بطلتي؟ لا لا بطلت من 3 سنين، كنت تعبت بقى خلاص. يعني 3 سنين حياتي كلها بتمرن، فكنت خلاص بقى زهقت يعني. تعالوش على فكره. هاي عامله ايه؟ كريم. مالك؟ عامله ايه يا مالك؟ الحمد لله. كله حلو؟ كله حلو. بتعرفي تطبخي؟ بعرف اطبخ. بجد؟ طب جامد. انت بتعرف؟ بعرف اطبخ. ايه الحاجه الناس ما بتصدقش ان انت تعمليها؟ مش لايقه على شخصيتك او على شكلك؟ بلعب كيك بوكسنج. انت ايه حاجه بتعملها الناس مش بتصدق ان انت بتعملها؟ ان انا بموديل. بتموديل؟ ايه؟ حد مفترض؟ صاحبت قبل كده؟ صاحبت كتير. كم مره؟ 4. فركشت ليه؟ طيب انت نزلتي اي انترنشيب او يعني اشتغلتي في الماركتنج ولا مش ناويه اصلا؟ نزلت انترنشيب السنه اللي فاتت. اسكندرانيه؟ صح. اسكندرانيه. ماشي عادي مشكله. عندك مشكله مع الاسكندرانيه؟ لا لا ابدا. ماشي. اسكندرانيه. اسكندرانيه. نقول ايه؟ نايس تو ميت. نايس تو ميت يو تو. وبكده تبقى حلقتنا النهارده خلصت. ولو عايزين تطلعوا في الحلقه الجايه من جاي ولا الدور الجاي، اعملوا ابلاي على اللينك اللي في الديسكربشن، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا. هو ايه اللي يلا؟ يلا روح. طب روح انت. نقى. سلام عليكم. عسل. سكر.